كورونا الذي في الصين أخباره عندكم إيش؟ لا بعد الشر معافين إن شاء الله، لكن أتكلم عن سؤال آخر. من منكم موافق على اعتبار الكورونا عقوبة إلهية للصينيين علشان موضوع الإيغور؟ اللي موافق يرفع يده من فضلكم. طيب شكرا. من اللي مش موافق على أن الذي حصل عقوبة؟ واللي ما رفع يده في الحالتين إيش رأيه؟ محايد؟ من 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 حزب لا أعلم؟ هو حزب محترم، مجموعة لا أعلم أيضا محترم. إنه موضوع الإيغور هو موضوع سياسي وليس ديني، بخلاف ما روج له في وسائل الإعلام. الإيغور نصفهم تقريبا مسلمين والنصف الثاني مش مسلمين، هي قضية كفاح الإيغور يحاولون من خلاله أن ينفصلوا عن الصين أو يستقلوا باختلاف التعبيرين، لست جزءا من القضية السياسية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردي على الشيخ الحبيب علي جفري، حيث وقع الشيخ في مغالطات علمية وتاريخية في محاضرة له في جامعة دلتا للعلوم والتكنولوجيا بمصر. وأول هذه المغالطة أن الشيخ بدأ حديثه سائلا عن الحاضرين، عن الكورونا، هل الكورونا الذي وقع بالصين عقوبة إلهية للصينيين بسبب أزمة الأيغور أم لا؟ فأجاب كثير من الحاضرين بأن هذا الفيروس عقوبة إلهية للصينيين، ولكن الشيخ نفى نفيا قاطعا أن هذا عقوبة إلهية للصينيين. ونحن نقول كيف يجزم الشيخ بأن هذا الفيروس عقوبة إلهية للصينيين ويتهم هو القائلين بأن هذا عقوبة إلهية للصينيين بالتألي على الله عز وجل، بالتألي على الله عز وجل، ولكنه في نفس المقطع يتألى على الله عز وجل قائلا بأن هذا الفيروس ليس عقوبة إلهية للصينيين. ونحن نقول الذين قالوا إن هذا الفيروس عقوبة إلهية للصينيين استأنسوا بأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأول هذه الأحاديث حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله عز وجل على من يشاء. والحديث الثاني حديث أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. الصينيون هل بغوا أم لا؟ أكيد أنهم بغوا وطغوا وتجبر وتكبر وعادى عباد الله عز وجل في تركستان وظلم المستضعفين من التركستانيين وغيرهم، وأنهم تسببوا في قطع الأرحام للملايين بين التركستانيين. وأنا كتركستاني وغيري من التركستانيين في الخارج لا نعرف عن أسرنا شيئا، أليس هذا قطع للرحم؟ أليس ما يمارس ضدنا في تركستان ظلم وبغي وعدوان على الشعب التركستاني كله؟ ولذلك استأنسنا بهذه الأحاديث على أن هذا قد تكون عقوبة إلهية للصينيين، ولكن الشيخ ينفي وينكر كون هذا عقوبة إلهية للصينيين ويتألى على الله عز وجل بنفيه هذا. وثانيا في نفس هذه المحاضرة قال أن موضوع الأيغور موضوع سياسي وليس ديني. يبدو من كلام الشيخ أنه لا يعرف طبيعة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، ولا يعرف الشيوعية حق المعرفة،
أولا أن الشيوعية ترى أن الدين أفيون للشعوب ويجب على الحزب الشيوعي أن يقضي على الدين، هذا نهجه منذ أن حكم سواء في روسيا أو الصين أو يوغوسلافيا أو غيرها من الدول. وكل من يريد أن يطلع كيف كان حال المسلمين في الاتحاد السوفيتي مثلا أو يوغوسلافيا تحت الحكم الشيوعي بإمكانه أن يعرف كيف عانى المسلمون منذ أن حكمت الشيوعية هذه البلاد. ولذلك الصين نظامه نظام شيوعي، ويستهدف هذا النظام في النهاية القضاء على الدين، هذا هدفه الرئيسي، ولكن يسلكون في هذا مسلك التدرج. هذا أولا. وثانيا، إذا كان هذا الموضوع موضوع سياسي وليس ديني، ما علاقة السياسة بهدم الآلاف من المساجد في تركستان الشرقية؟ وما علاقة السياسة بحرق المصاحف والكتب الدينية؟ وما علاقة السياسة بقطع ملابس النساء المحتشمة في الشوارع؟ وما علاقة السياسة بحجز الآلاف والملايين من التركستانيين في السجون والمعتقلات وتلقينهم تعاليم الشيوعية وتعليمهم الإنكار للدين وتعليمهم وتلقينهم أن الحزب الشيوعي هو الرزاق وأنه يفعل كل شيء وأنه سبب السعادة؟ ما علاقة السياسة بهذا الإجرام كله؟ الصينيون والحزب الشيوعي في الصين يرى أن التركستانيين حافظوا على شخصيتهم بسبب الدين، والمعوق الأساسي أمامنا لتحويل التركستانيين إلى صينيين وتصيينهم واستيعابهم استيعابا كاملا هو الدين. ولذلك يرى أن العقبة الأساسية أمامهم الدين، ولذلك يستهدف إبعاد هذا الشعب عن الدين وسلخ هذا الشعب عن عقيدته الدينية الإسلامية، ويمارس في سبيل الوصول إلى هذا الهدف كل هذه الأنواع من الجرائم بحق الإسلام والمسلمين. وثالث الأخطاء في كلام الشيخ في هذا المقطع قوله أن نصف الأيغور مسلمين والباقي غير مسلمين. من أين لك هذا يا شيخ؟ من أين أتيت بهذا التقسيم؟ حتى الصينيون أنفسهم لا يستطيعوا أن يقولوا مثل هذا الكلام، أنهم في التاريخ القديم والحديث لم يتمكنوا من تصنيف الشعب الأيغوري والتركستاني بأن نصفهم مسلمين والباقي غير مسلمين، لأن شعب تركستان كلهم مسلمون وليس هناك نصارى مثلا أو حتى شيعة في تركستان الشرقية. قد نجد هناك بعض الناس غير ملتزم بأحكام الشريعة، ولكن هل بسبب عدم التزامه بأحكام الشريعة يكون كافرا؟ هل عند الشيخ نزعة تكفيرية للمخالف مثلا أو نزعة تكفيرية للمسلم الذي لا يلتزم بأحكام الشريعة في حياته اليومية؟ كل ما يفعله الصين في هذه الأيام من الجرائم بحق الشعب التركستاني هو إخراجهم من الإسلام وسلخهم عن دينهم. أليس هذا الكلام يبرر مثل هذه السياسة؟ رابعا، هناك شماعة كبيرة يعلق عليها الصينيين كل جرائمهم بحق الشعب التركستاني، ألا وهي شماعة الإرهاب، ووجود بضع مئات من التركستانيين في أراضي الصراع في سوريا وفي العراق وغيرها من الأماكن. والشيخ ذكر أن عددهم 800، كأن الشيخ أحصاهم واحدا واحدا، ونحن لا نعرف عددهم بالضبط كتركستانيين. بالنسبة لهذا الموضوع نحن نقول أولا أن الاستخبارات الصينية هي المسؤولة عن هذا الوضع، لأنها هي التي سهلت وفتحت الحدود
لخروج هؤلاء الشباب وأغلبهم لا يحملون وثائق سفر أو جواز سفر، كل هذا بتخطيط وتنفيذ من الاستخبارات الصينية. هذا أولا. وثانيا، الصينيون حتى في الستينات وسبعينات القرن الماضي وحتى عام 2000 كانوا يحاربون الشعب التركستاني، وفي ذلك الوقت أيضا هدموا مساجدهم وأحرقوا مصاحفهم وقتلوا العلماء وسجنوا. هل كان في ذلك الوقت شباب في الخارج مثلا؟ لم يكن هناك أحد في ذلك الزمان، ولكن الجرائم كانت موجودة ومستمرة. ولذلك نحن كتركستانيين نتمنى من المتحدثين في قضية تركستان أن يعرف القضية عن قرب وأن يتكلم بالعلم ولا يرمي التهم هكذا جزافا. إذا كان وجود بضع مئات وهم لا يمثلون 1% من التركستانيين أو 0.5% من التركستانيين، ورغم ذلك الصين تمارس هذه السياسة الظالمة الجائرة بحق هذا الشعب المظلوم، هل وجود بضع مئات من التركستانيين يبرر هذا الإجرام بحق شعب بأكمله؟ إذا كان يبرر، فمن حق أي دولة في العالم أن يسجن وأن يعتقل آلاف من شعبه، سواء الأوروبيين أو الروس أو الدول العربية أو غيرها من الدول، لأن هناك شباب وهناك أناس في سوريا وفي العراق شاركوا في هذا الحرب. إذا كانت الأمور يقاس بهذا القياس ويبرر السياسات الظالمة بالقول أن هناك بضع مئات من شعب كذا هم يستحقوا هذا الإجرام وهذا الظلم، أعتقد لا يبقى شعب في العالم كله بعيدا عن هذا، لأن كثير من الشباب والناس موجودين من كل دول العالم في أرض الصراع. ولذلك نحن كتركستانيين نتمنى من يريد أن يتحدث أن يرجع أولا إلى المصادر الحقيقية عندنا، سواء في الإنترنت تركستان تايمز مثلا أو وكالة أنباء تركستان أو غيرها من المواقع التي تعرض الحقائق كما هي، ولا نريد أن يتحدث أي واحد دون علم في هذا الموضوع. ونذكر الشيخ وأمثاله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يبالي لها بالا فيلقى بها في نار جهنم 70 خريفا، وغيره أحاديث كثيرة. وقوله عز وجل، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولذلك مثل هذه الكلمات أدمت قلوبنا وجرحت مشاعرنا، ونسأل الله للشعب التركستاني الخلاص من هذا الظلم، والشعوب المسلمة جميعا الخلاص من الظلم والسلامة من هذا الفيروس وغيرها من الوباء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.